أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل الخير. يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامج رؤية جديدة. كل واحد فينا بيمر في حياته بمواقف مختلفة، موقف يعدي وموقف ما يعديش، وفي ناس فينا بتقف على كل موقف، تقرأ، تتعلم، تسأل، تتفلسف ساعات، ترجع في كلامها ساعات، لكن في الآخر بتطلع بلوحة فنية عبقرية، بتطلع بلوحة فنية من العلم والثقافة والرؤى الفلسفية، وتدينا رأيها ونستفاد منها كمان. ضيف النهاردة عمل كده، قرأ وفكر وتمعن وحط نفسه مكان كل شخصية، وهو بيفكر وهو بيكتب روايته كان بيحط نفسه مكان البطل. يا ترى لو اتحط في الموقف ده هيكون رد فعلي ايه؟ يا ترى لو حصل لي الموقف ده انا هعمل ايه؟ معايا النهاردة وللمرة التانية أو الجزء الثاني من الحلقة الأولى معايا ومعاكم ضيفنا سيادة اللواء مهندس الأديب أحمد أمين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. النهاردة هنتكلم وهنبوح وهنبحر في رواية الله نور القلوب. استنونا بعد الفاصل، إحنا في انتظاركم. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وأنا هديك معلومة أكيدة، وإنت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة. أنا راح أجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى في يوم مشهورة تعمل لينا حاجة فريدة. ورجعنا لكم تاني ومعانا الأديب أحمد أمين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. منور القناة للمرة التانية وأصبحت في بيتك. متشكر لحضرتك، ربنا يبارك لك يا رب. النهاردة هنكمل رواية الله نور القلوب. تمام. هسألك سؤال في الأول كده ملح كده وبيضايقني موترني. ايه اللي يفرق الرواية دي عن كل الروايات اللي كتبت في التاريخ الإسلامي أو في السيرة النبوية؟ الرواية دي بتسرد، هتلاقي فيها كل الحقائق زي ما جت بالظبط في كتب التاريخ. تمام. ولكن بأسلوب شيق، الناس أي حد يقراه لازم أول ما يبدأ فيه يكمله لحد الآخر، وبالتالي تبدأ المواقف الإنسانية تبان والمعاناة تبان والمشاعر والاجتماعيات اللي ما بتظهرش في كتب التاريخ أو كتب السيرة الناس تحس بيها وتحس بالمواقف اللي حصلت ورد فعل كل واحد مر بالظروف دي، لأنها فترة عصيبة جدا وفيها مشاعر مهما الناس قعدت توصف فيها مش هتقدر، فكان لازم حد يبين المواقف اللي بتحصل، الأحاسيس والمشاعر اللي هي صعبة، إلا إذا الواحد قدر يتقمص زي ما حضرتك قلت في المقدمة الشخصيات ديت ويحط نفسه بقدر الإمكان يقدر يعبر عنها. أنا فعلا حسيت أن حضرتك بتتقمص الدور الشخصية وبتمثله، وكمان بأحاسيسك ومشاعرك، مش مجرد تمثيل شكل، لا، من جواك. بالظبط. ده أنت دورت على الخرائط الزمنية لكل للبيت ده من البيت ده، وبالتالي حولت لي الكتاب عن التاريخ الإسلامي أو السيرة النبوية لرواية بالاحاسيس والمشاعر دي والشخصيات. بالظبط كده. دي بالظبط كده. انا ما بداتش اعرف اكتب غير لما جبت الخرايط بتاعه العهد المكي. تمام. وممكن في الوقت واحنا شغالين نجيبها بعد شوية، بحيث نشوف الاحياء كانت فين، سيدنا محمد كان بيمشي ازاي وهو رايح لدار الارقم ابن ابي الارقم، فين بيت سيدنا عمر، فين بيت بني جمح اللي كان فيهم سيدنا بلال. حضرتك خلتني وانا بقرا بتخيل المنظر، فخلتني أغوص ومش عايزة أوقف، لولا أن الرواية كبيرة فغصب عني ورايا شغل ورايا حاجة تانية، ولكن فعلا بالخرائط الزمنية والوصف، يعني دلوقتي على أول ما يقولوا لنا على الشاشة أن الخرائط موجودة وحضرتك توصف لنا الخرائط، هي تمام. موجودة هي على الخرائط، موجودة على الشاشة، ممكن حضرتك تقول لنا بقى. هنا ممكن هنشوف هنا بيت سيدنا أبو بكر في المسفلة في جنوب مكة، وبيت سيدنا خديجة اللي هو أصبح بيت سيدنا محمد، والكعبة ما بينهم. نكمل اللي بعدها، نشوف اللي بعدها يا شباب. هنا الجزء ده علشان شديد كان رايح لسارة في الرياض الحمراء، الرياض الحمراء، وده بعديها مقابر قريش، وعلى الشمال كان سوق المشاية. تمام. هنا الصورة دي بتبين الرسول عليه الصلاة والسلام كان والسلام. بيصلي ازاي حتى كمان قبل الإسراء والمعراج. فكان بيضع الكعبة ما بينه وما بين المسجد الأقصى زي ما احنا شايفين كده، وبالتالي ما كانش بيستدبر الكعبة. ولما راح المدينة بقى قلبه عايز يتجه، علشان كده بعد 16 شهر حصل تحويل القبلة. ما شاء الله. اللي بعدها هنا الصورة دي بتبين ازاي حصلت الهجرة الحبشة الثانية. لحد دلوقتي مفيش أي كتاب في التاريخ
او في السيره قادر، لان هم كانوا عدوا المية وشويه، ازاي خرجوا؟ الخريطه دي بتبين ازاي خرجوا من المكان الضيق دوت اللي هو صعب الخروج منه، ومنطقه التجميع فين، ومنطقه اتجاههم فين. كل التفاصيل دي وانت بتقرا الروايه هتقدري تحددي ازاي بطريقه تخيليه ازاي حصلت هجره الحبشه. وده اللي حصل معايا فعلا وانا بقرا. هنقف عند الخريطه دي وتكلمني على هجره الحبشه الثانيه ازاي حصلت. هجره الحبشه الثانيه صعوبتها كانت في ايه؟ ان هجره الحبشه الاولى كانت حصلت خلاص، تمام، وكان الرسول عليه الصلاه والسلام فكر تفكير يعني مبتكر في هذا الوقت، ان قريش كانت فاكره ان الناس دول مش هيقدروا يستغنوا عنهم، فهو قاعد يفكر في حاضنه جديده، فما فكر في مملكه اكسوم. هاجر سيدنا هاجر 12 رجل واربع سيدات، طبعا سيدنا عثمان بن عفان على رأسهم، وسيدنا عثمان بن معظعون، وستنا رقية، وستنا أم سلمة. هاجروا في دولهم، كانوا عدد قليل، ودولهم نلاحظ أن هم من رؤوس كبار قريش. طيب خلاص، قريش دلوقتي فوجئت بهذا الحدث الغير مسبوق. طيب أنت إزاي بعد كام شهر تخرجي 100 واحد 83 راجل والسيدات، إزاي يخرجوا وأنت المداخل ومخارج مكة محكومة، وأبو جهل حاطط الحراسة على كل المداخل تخوفا من أن حاجة تانية تحصل. لحد دلوقتي ما حدش عارف هل هم خرجوا فرادة، هل هم خرجوا جماعات، وخرجوا إمتى، وخرجوا إزاي من غير ما حد يحس. فجأة مكة قامت لقت الناس دي كلها مش موجودة. وبالتالي بدأوا يبعتوا سيدنا عمر بن العاص. وهنا أنا واصف المسلمين هناك كان حالتهم إيه في مكة، إزاي وهم داخلين على الحبشة على النجاشي، ودي كانت النقاد عجبتهم الحته دي، ازاي الناس اللي متعوده على الخيام يخشوا بهو وخاص. فانا تخيلت المشهد ده، ودي فعلا سؤال مهم جدا من المشاهد اللي مش مذكوره في التاريخ. تمام. طيب انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هل معنى ده ان كان في تخطيط مسبق؟ تمام طبعا، وده ياكد ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما اختير انه يكون هو الرسول كان يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام. كمل بقى حضرتك. يعني الـ هو كإنسان يعني متفوق في إنسانيته، ومتفوق كقائد، ومتفوق كمفكر، وكان بيفكر في كل حاجة مش عشان نفسه هو، لا علشان مستقبل الأمة. يعني تخيلي 13 سنة في وسط المعاناة دي كان رد فعل المسلمين إيه؟ حصار وتعذيب، كل ده كان الرد الوحيد والسلاح الإيمان بالله والتحمل طول ال 13 سنة. الآن ده كان بيبص لبناء أمة، بيبص لقدام، حتى اللي كان بيسلم وهما مش من مكة كان بيعمل إيه؟ زي سيدنا أبو ذر الغفار يقول له روح قبيلتك أدعو وخليك هناك، وزي خليه في مكانه في قبيلته في اليمن. كل دول الرسول كان عليه الصلاة والسلام كان بيحافظ عليهم، علشان بعد كده باصص لقدام بيرسي قواعد الدولة، تخطيط سياسي محنك في مكة. وهنا اما بص ازاي وده خارج نطاق الوحي، وده خارج نطاق الوحي طبعا. يعني كان الله سبحانه وتعالى في حريه لسيدنا محمد، ان هو زي مثلا اصدع بالامر، ما حدش قال له اقف فوق جبل الصفا، سيدنا محمد اختار المكان. ودي هنشوفها بعد كده، مثلا في كان الشورى، الرسول صلى الله عليه وسلم بيرسي قواعد الشورى، هو اختار في بدر مثلا مكان، واحد الصحابه المكان تاني لقاه مناسب، مثلا بعد كده مثلا في الخندق، غزوة الخندق، غزوة الخندق سيدنا سلمان، وهكذا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحاول يستفيد من كل قدرات الصحابة اللي حواليه كلهم في اتجاهه، وكان بينميها. كل ما القرآن ينزل كان كل واحد قدراته بتزيد طبقا لطبيعته. في حاجة لفتت انتباهي وحاجات ممكن تقولي صح أو غلط، أنا حسيت أو استشعرت أن فعلا قريش كانت بتسلم الناس للرسول عليه الصلاة والسلام عشان يأسلموا، عشان يأمنوا بالدين الجديد. طبعًا هل الاستشعار ده حقيقي وده حصل ولا ايه الفكرة؟ خلينا احنا ما نقولش رأينا، خلينا نقول اللي حصل في الواقع. اتفضل. سيدنا محمد من ساعة ما خرج في طريق الهجرة كل اللي قبله كان بيسلم. تمام. أم معبد طبعا هنتكلم عليها في دور النساء، بعد كده سراقة، سراقة اللي كان بيحلم بالمتين ناقة يسيبها، وواحد شخص هربان والناس بتجري وراه يصدق ان هيجيله بعد كده سوار. واللي اكبر من كده اخر واحد بريده اللي هو من اسلم، من بني اسلم، ده كان معاه 70 واحد وبيدوره
على سيدنا محمد، والسبعين جم مجرد ان هو لان كان عندهم فراسه يعرفوا ده صادق من مش صادق، مجرد ان سيدنا محمد ادار معاه حديث صدق. اسلم هو والسبعين وصلوا المغرب وعلموا بعض القران، وكان نتيجه كده ان 80 اسره اسلمت، ده قد اللي اسلم في مكه. وفي في 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 كذا يعني معنى كده ان ايه، قريش بتجيب له الناس علشان تعوقوا وهم كانوا بيسلموا بيجيبوه في السكه عشان يسلموا. سبحان صحيح. الله. صحيح. بمناسبه الفراسه، هو سيدنا بلال عرفوا ازاي ان هو حبشي؟ هو عشان كده انا حاطط الشخصيات التخيليه اللي هو زي سعيد وسعيده وسالم وشديد. تمام. فشديد بيوصف لنا سيدنا بلال خارجيا وداخليا. تمام. خارجيا سيدنا بلال مناخيره ما كانتش افطس. تمام. يعني في تمييز الصحابه في اسد الغاب مناخيره كانت زينا قوقازيه، لان هو كان من شمال اليمن. يعني زي ما هنشوف لما نقرا في القصه ونلاقي والده بلال حمامه دي من شمال اليمن. طيب بس هما كانوا بيطلقوا على اي حد ان هو حبشه، وكان اسمر وكل حاجه. ولكن مناخيره فلفتت انتباه شديد قال انت جايب اللون ده منين يعني. وكان بيوصف قلب سيدنا بلال وكده. فدي كانت احد الـ 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 المميزات ان احنا نحط الشخصيات الخياليه. من ضمن برضو الحاجات الحلوه في الشخصيات الخياليه، ازاي سعيد عرف اسمه؟ تمام. انا برضو حطيت سعيد هنا ليه؟ عشان نوصف ازاي العبيد دول كانوا إنسانيتهم بتقتل من ساعة ما بيستعبدوا لحد ما يبقوا مجرد حارس أو عبد أو كده. فسعيد قاعد بيسمع صوت حد وهو صغير بيقوله سعيد، بس هو ما يعرفش مين الصوت ده ولا عارف اسمه، لأن كانوا بيسموه حارس، ده حارس ما كانش ليه اسم. فجي لما قابل سعيدة بعد كده فلقى دي اسمها سعيدة، طيب ودي أخت سالم اللي هو كانوا معاه هما مع بعض. فبيقول لها يا سعيدة يعني الحوار دار، هو انت اسمك ده بالصدفة؟ فقالت له لا ده سالم، وسمعك سمع وانت ماشي والدتك بتند عليك. فايه ده انا فعلا كنت سامع. فطبعا موقف صعب جدا انسانيا، واكيد مواقف كتيرة لو اما نقرا الرواية هنلاقي مواقف خلال الرحلة اللي ماتوا واللي تعذبوا. عشان كده هو حس بتعذيب سيدنا بلال، لان هو خد وهو صغير عدد من الاصوات، فما اتضرب الالم حس الالم. فلما شاف سيدنا بلال بيتعذب التعذيب ده كله ومتمسك بالعقيده بتاعته اللي هو مش عارفها، وعقيده مش محسوسه، العبيد كل حاجه عندهم محسوسه، لا ده سيدنا بلال بيتمسك بحاجه مش موجوده، ايه هي الحاجه دي؟ عشان كده سيدنا بلال اثار تساؤلات ما كانش ليها جواب غير عند سيدنا محمد عليه الصلاه وغير والسلام، ان هم يعرفوا ايه الحكايه. سؤال بقى تاريخي شويه، ليه بقى اليهود استقروا في يثرب؟ ايه السر؟ احنا علشان كده حطيت ساره في الاحداث. تمام. ساره دي شخصيه يهوديه اللي حبها شديد وكان بينهم قصه حب عفيفه، اتمنى ان شبابنا يقراها عشان يعرفوا ان الاسلام بيسمو بالمشاعر وبيسمو بالاحاسيس وبيقلل الماديه. كل ما الواحد الماديه قلت وروحه ارتفعت كل الانسانيه كلها مزيد ارتقاء وسمو انسانيه. فساره حصل بينها التقاء بينها وبين شديد في الإسلام. وسارة بتحكي إن هي أنا يعني عملتها إن هي أبوها وجدها مؤمنين بالشريعة الصحيحة، شريعة سيدنا إبراهيم يعني. تمام. وإن التحريف اللي حصل هم كانوا منكرين ليه، وهم عارفين إن الرسول اللي هيبعث مش من بني إسرائيل، من نسل سيدنا إسماعيل، وإنه هم هي يثرب. عشان كده نلاقي في يثرب بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وحصون، وقاعدين في حصون وجنبيهم فوق في الشمال شوية خيبر، علشان هم عاملين حسابهم إن النبي لما يطلع هم هيحاربوا الوثنيين. فجأوا فطبعا معين عندهم اللي بيقول إن ده يطلع من العرب، وهم عارفين مواصفات سيدنا محمد زي والأكتر من ولادهم، بس لما طلع من غير البني جنسهم طبعا حصل طبعا القبليه موجوده والعنصريه. طبعا. بما ان حضرتك قلت الرقي والنمو الانساني، فهنيجي الحته فيها رقي وانساني. الانسان لما بيفقد الحكمه بيكتسب الجهل. تمام. وكان اسمه ابو الحكم وبقى اسمه ابو الجهل. احكي لنا الموقف ده سريعا. ابو الحكم دخل دار الندوه وهو عنده 25 سنه، لان هو كان يعتبر من شرفاء بني مخزوم.
بعد الوليد بن المغيرة طبعا، وهو الوحيد اللي دخل دار الندوة وهو سنه 25 سنة. فكان بيحاول يسمو ببني مخزوم فوق بني هاشم، وكانوا العطايا وكده، لحد ما وجد ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقى نبي. فازاي وطبعا مش هيحصل الكلام ده، فبقى هو عارف ان سيدنا محمد هو الصادق الامين، وبالرغم من كده كل واحد كان فيه سبب لعدم ايمانه. فبدا فقد حكمته، اما الانانيه طغت عليه. هنلاقيه ان هو قتل ستنا سميه قتلة انا ما حبيتش ان انا اذكرها، نلاقيه ان هو ضرب ستنا اسماء، وده مخالف لعادات العرب. نلاقيه ان هو حاصر، هو قاد الحصار، ودي اول مره تحصل في الجزيره العربيه وفي التاريخ ان هم يحاصروا احد الاحياء، وثلاث سنين متصله يمنعهم الاكل والاجتماعيات وكده. وبالتالي فعلا اما نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في منتهى الذكاء والفطنه والتوجيه الرباني انه يطلق عليه ابا جهل، من ابا الحكم عشان الأبا فقد الحكمه، فقد الحكمه، الانانيه بتفقد الحكمه، والانانيه افقدته حكمته. قلت لي عن الفراسه في الشباب وفي الرجال، طب كان في فراسه في النساء، وحضرتك وضحتها بقوه مع اسماء اثناء الهجره، ودور هناخدها بقى ايه مع دور النساء في الهجره. فكان معانا اسماء وكان معانا ام معبد، لما وصفت الرسول صلى الله عليه وسلم برغم انها قعدت معاه دقايق ممكن نقول ساعه، هنقول سويعات يعني مش نقدر نحددها بالظبط، يعني فتره قليله بس قدرت توصل كل جدا حاجه. دور النساء في العهد المكي دور خطير جدا، وتقريبا نقدر نقول هو اللي مهد لفتح مكه. والثالثه كمان كانت الجاريه اللي خلت يعني لو جينا كده بالتتابع بسرعه، ستنا خديجه الزوجه الحاضنه دي عايزه حلقات ستنا كل شيء تمام. بعد كده عمات الرسول ستنا صفيه اروى، ستنا صفية الزبير بن عوام وهو أصغر واحد رفع السيف عشان يدافع عن الرسول. جميل. أروى ابنها طليب ضرب أبو جهل قبل ما حمزة يضربه، يمكن المعلومة دي محدش يعرفها، طليب ده ضربه أما سمعه بيشتم الرسول عليه الصلاة والسلام. ستنا فاطمة وهي صغيرة تروح تشيل سلك جزور، ونشوف بقى هنا نقرأ في الرواية مشاعرها كانت إيه، والرسول وهو بيشوف بنته وهي بتشيل سلك جزور كانت مشاعرها إيه، وهو داخل البيت ستنا زينب بتشوفهم مشاعر، وده صادق قريش واحسن عرق في بني هاشم، شعورهم ايه؟ طبعا وفي حمامه ام سيدنا بلال، دي ما فيش حد بيذكرها كتير، دي اسلمت وهي اللي بثت في سيدنا بلال القدره ان هو يستحمل. وفي طبعا امثله كتير جدا، زوجه سيدنا عثمان بن مظعون، في فلوى اللي انا عملتها مثل للنساء اللي احنا ما نعرفهمش. ايوه اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت فعلا. بالظبط. نيجي بقى لستنا اسماء. في الحقيقه ستنا اسماء سيدنا ابو بكر كان مجيش عائلته وفلوسه وماله، سيدنا ابو بكر يقول ان هو كان من 40 ل 50 الف ساعه الهجره، الفتره دي كلها بقى من 4 ل 5، وخدها كلها معاه، يعني خدها معاه وهو ففي ثلاث مواقف. ستنا اسماء جدها نازل بيقول لها انت ابوك ساب لكم ايه، وراحت هي مجهزه، كانت مجهزه وعامله حسابها انه يسالها فطمنته. نيجي للموقف الثاني، ابو جهل هو داخل على، انت متخيله ان ابو جهل اللي هو راس الكفر وهي عارفه هو جاي ليه، هي تقف قدامه وترعبه. انا اعتبرت ان هي رعبته من نظرتها هي، نظره القوه مش هو، وهو ترعب من نظرتها، حتى فقد وضربها بالقلم، ودي على عهد على عكس عادات العرب. الموقف الثاني وهي في اخر ايام الحمل، ازاي طلعت الجبل، ازاي وتمشي المسافه اللي هي حوالي 7 8 كيلو في الضلمه، يعني احنا لو مشينا دلوقتي مش هنبقى امنين على نفسنا. لا حضرتك تقريبا طلعت لنا شخصيه اللي هو يعرفنا الطريق في الجبل ده، دي بعد دي عبد الله بن الأراق ده كان لم يسلم كافر. وبالرغم من كده وهنا في حاجات كتيره قوي مغفوله، يعني التلات النقطتين بتوع الهجره في التلات ايام بتوع الغار كانوا فين اما نقرا الروايه هنعرفها كانوا فين. والرسول عليه الصلاه والسلام كان عارف ان قريش هتقعد تدور بعد تلات ايام، عارف كده على الاثر، هتدور بقى هتبعت الناس يدوروا وهيفقدوا الامل ان هو بقى حوالين مكه في خلال الفتره دي. فدى الميعاد وفعلا جه على الميعاد عبد الله بن الأريقط ومعاه القصواء والناقه الثانيه، القصواء ركبها الرسول عليه الصلاه والسلام والناقه الثانيه سيدنا ابو بكر وراه عامر بن فهيره، وعبد الله بن الأريقط انطلق بيهم. انا عايز اقول هنا حته، اتفضل، ان انا في يوم من الهجره سميت يوم الوطن. اليوم دون اللي الرسول عليه الصلاه والسلام عبد الله بن الأريقط كان بيمشي
في طرق بعيدة عن طرق القوافل لحد ما جه في حته اضطر يمشي. فالرسول عليه الصلاه والسلام اما مشي في الطريق دون يعني تذكر مكه وتذكر الهواء اللي كان بيتنفسه في مكه والشعاب وان هي احب البلاد الى الله. فسيدنا جبريل حس ان سيدنا محمد يعني مشاعره متاثره فساله قال له انا مش فاكر بالظبط الحوار انما قال له يعني هل انت بتتوق الى مكه؟ فقال له نعم. فنزلت الايه الوطن نزلت الايه ان برضو انا مش فاكرها بالظبط. طيب احنا هنستقبل تليفون معانا الباشمهندس محمود. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. أعرف بنفسي الأول، أنا مهندس محمود علي صاحب شركة مصدر تد المقاولات. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا كنت عاوز بس حابب أتكلم على ثلاث حاجات بالنسبة لرواية الله ونور القلوب. اتفضل. أول حاجة بتكلم عن الرواية نفسها. بصراحة أنا ما قريت الرواية يعني أنا بعتبر الرواية دي دي حاجة من أعظم ما كتب عن سيرة النبوية الشريفة على الإطلاق. جميل ما شاء الله. هو صحيح يعني الكاتب عايشنا العصر ده بأدق تفاصيله لدرجة أنا وصلت وأنا بقرأ الرواية أول ما قريت أول فصلين أنا لقيت نفسي اتشددت إن لازم أكمل الرواية الآخر. صحيح كلنا حصل لنا كده فعلا. هو الحقيقة الرواية دي فيها أنا طبعا يعني محتاج يعني وقت كتير أتكلم بس أنا هختصر عشان الوقت. هي الرواية فيها كثير يعني أحداث كثيرة جدا ومشاهد يعني بصراحة أنا لما قريتها جعلتني أبكي وأعيش معاها اللحظة كأني عايش اللحظات دي بالظبط. مثلا زي مشاهد تعذيب سيدنا بلال، مشهد إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا مشهد إسلام سيدنا حمزة رضوان الله عليهم. في كمان حاجة مهمة، الشخصيات الخيالية اللي انا صحيح. اللي حطها الكاتب في الرواية انا ساعدت على نجاح الرواية فعلا. انا ظنيت انها حقيقية في الاول. يعني انا شايف ان الكاتب جيب الشخصيات ديت عشان يخدم الاحداث الحقيقية بتاعت الرواية. هي خدمت على الرواية فعلا. صحيح صحيح. زي سارة وزي ما حضرتك قلت كده وسعيد وشديد صحيح. وغيرهم يعني. صحيح. انا الحقيقة انا بعتبر الرواية دي يعني اللي عاوز يعمل رسالة دكتوراه يعني بدل ما يدور على انا قلت انها بحث علمي فعلا او دكتوراه فعلاً. صحيح. فعلا بجد اللي محتاج يعمل رسالة دكتوراه في سيرة الرواية يستعين بيها. هو يكفي قراءة الله نور القلوب. الحاجة الثانية اللي عاوز أتكلم عليها إن الرواية دي بصراحة لازم توصل للناس كلها على مختلف أعمارهم وطبقاتهم. ما هي دي النقطة اللي هنتكلم فيها دلوقتي ويساعدنا فيها سيادة الأديب إن إحنا ننشر ده في المدارس وفي الجامعات وندخلها جوه المناهج الدراسية عشان كلنا نستفاد منها بالفعل. بنشكرك يا فندم، نشكرك على تليفونك وتواصلك، شكرا. هو عشان كده الحته دي انا قلت في الاول لازم تاخد موافقه الازهر عشان نطمن ان كل احداثها طبقا للمراجع الرئيسيه والاحاديث، وهم عملوا مجهود بصراحه ممتاز، اخرجوا لي كل الاحاديث واكدوا لي كل التسلسل. حضرتك اللي عملت مجهود فوق الرائع، ناجح وبارع في وصفك كمهندس وكمخطط وكقائد، اتكلمت عن الوطن واتكلمت عن الحب واتكلمت عن المجتمع، ما سبتش حاجه في الروايه لدرجه ان احنا محتارين نتكلم على ايه ولا ايه ولا ايه. وتخيل ان الوقت خلص ويعني بص هيقفلوا علينا، ولكن انا بقول لحضرتك شكرا من القلب، وعايزه كلمه من الاديب احمد امين لكل جمهورك نختم بيها الحلقه. بتمنى ان زي ما المهندس محمود قال ان كل الناس تحاول تقرا الروايه وتستفيد بيها، وإن المجهود اللي اتعمل فيها بدل ما يقرأ 4 أو 5 كتب تاريخية هو مجرد إن هو يمسكها الأحداث يعني هتبقى في دماغه كويس. صحيح. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إن هو يعني يحطها في ميزان حسناتنا كلنا، أنا ككاتب وأي حد هيقرأها إن شاء الله. إن شاء الله. هتقول شكرا لمين؟ شكرا من القلب. شكرا لكل اللي ساعدوني طبعا، على رأسهم والدتي الله يرحمها ووالدي وزوجتي، لأن هي بصراحة ضحت كتير جدا في الوقت علشان أقدر أكمل. شكرا لزمالي في الشغل، مش عايز أذكر أسماء، اللي هو أمجد واللي هو صلاح، والناس دي كانت بتشيل عني لما كنت وحضرتك طبعا، وكل الناس، الدكتور الأستاذ صابر، الأستاذ أحمد الجلبي، الأستاذ حسام، وحد صديق وحد قرأ الرواية وعايزين نسمع رأيه. ألو. أيوة السلام عليكم. أستاذ ياسر إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك دكتورة وكل التحية الجميلة.
الأستاذ أحمد الكاتب المبدع. تحياتي لحضرتك، اتفضل هتقول لنا حاجة في الرواية جديدة غير اللي احنا قلناها؟ ايه والله نقبل ده. هو أهم حاجة إن الرواية قدمت لنا تاريخ بشكل مختلف، بمعنى إن هي ما قدمتش يعني تاريخ بشكل بحثي، اتقدم بشكل فني. صحيح. وهو عشان أقدمها بالشكل ده كان لازم يبقى جوايا فنان عارف يعني إيه حدث وتصاعد وشخصيات، وجوايا باحث. صحيح. فالباحث في الحقيقة باحث معاند مجتهد، يعني قدم لي تاريخ وجغرافيا. لما حكى لي إزاي جمع الخرايط أنا تعجبت تعب جدا فيها. صحيح. ومش بس كده، عمل إيه كمان؟ إن هو اتكلم عن علم نفس الشعب. صحيح. القريش وقتها يعني العرب وقتها، يعني قدم لي علم اجتماع، دخل حاجات كده دخل جواه ازاي كان في نخوة، ازاي ان مثلا واحد زي الوليد بن المغيرة يشهد ببلاغة القرآن وهو كافر، يقول الجملة المشهورة ان له لحلاوة وعليه لطلاوة الى اخر الكلمة يعني، وازاي مثلا زهير بن أمية واحد من يعني يقف ضد الحصار على المسلمين في مكة. صحيح. وان اللي وقفوا ضد الحصار قبل حتى المعجزة النبوية المعروفة كان كلهم كفار من المشركين، فازاي نخوة العرب كانوا موجودة، ان هم ازاي يقول لك يا اهل مكة انا اكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكة، فكان جواهم نخوة ورجولة. دي نقطة مهمة جدا. صحيح. النقطة الثانية بقى، الكتاب اضاف ايه؟ الكتاب اضاف نقطتين صغيرين مهمين جدا. اول حاجة انه رتب لي التاريخ، فبقى التاريخ سهل التناول. جميل. يعني انا عارف مثلا في عام الحزن لما راح النبي للطائف واذلوه هناك واهنوه وحاربوه ورجع، وبعد كده دعا الدعوه المشهوره قوي اللي هي بتاع اللهم ان لم يكن بيك علي استاذ ياسر عبد الرحمن. استاذ ياسر حضرتك عندك معلومات كتير جدا، بشكرك جدا، ولكن هتحرق الروايه وعايزين الناس تقرا تستفيد بيها وتستفيد بيها بالطريقه دي. هنستفيد بيها طبعا ومن حضرتك وفي ندوات كتير جايه. شكرا لتواصلك. ومعانا دكتور حسام عقل، اهلا وسهلا يا دكتور. الو الو، الاتصال معانا يا شباب؟ تقريبا انقطع الاتصال، هنحاول نتصل بيه مره تانية. في حاجه استاذ ياسر نبهنا ليها دلوقتي، الجاريه اللي خلت بقوه ارادتها وشخصيتها اسلام لشخصيه عظيمه. طب نرجع تاني. الو دكتور حسام، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ خرجناك من الندوه. اهلا وسهلا. هتتكلم على روايه النهارده الله نور القلوب، تقول لنا ايه؟ يعني طبعا لابد ان احيي حضرتك على هذا المنبر. أشكرك. الاعلامي المميز. اشكرك يا دكتور. لابد ان احيي معالي اللواء دكتور احمد امين الذي يخطط مجرى جديدا تماما، وهو ما اسميه بتسريد التاريخ، يعني تحويل التاريخ الى سرد فني وكمالي وادبي، وهو الحقيقه يجتاز منطقه شائكه جدا، منطقه التاريخ الاسلامي وخصوصا السيرة النبوية. وأعتقد أن الرواية الأحدث أثارت جدلا كبيرا، كيف يمكن أن نحول أحداث السيرة النبوية وقائعها إلى عمل فني أو بناء فني أو بناء سردي. هو نجح في هذا إلى حد كبير وأخرج لنا عملا ملحميا. حسن. وبالتالي أنا أسمي غاليا فكرة أنه يعيد تدوير وقائع التاريخ الإسلامي. جميل. ويعيد تصوير التاريخ الإسلامي للأجيال الجديدة من خلال بناء فني. أعتقد أنه هذه مدرسة لها جمهور كبير في أوروبا، ولها جمهور كبير في الآداب الشرقية، ولها جمهور كبير أيضا في الأدب العربي. كيف يمكن أن نبسط المعلومة التاريخية أو نتحدث عن فترات تاريخية من خلال الرواية؟ وبالتالي هو فتح بابا واسعا لإعادة الجدل في مصطلح الرواية التاريخية. وفي الندوة الأحدث التي ناقشنا فيها رواياته في هذا الخصوص، وهو يتناول فيها أحداث السيرة النبوية، طرحنا فكرة الرواية التاريخية من حيث التعريف والبنية والسمات الفنية. والواقع أنه هو يبدو أنها مدرسة، هو يرى أنها مدرسة مفيدة جدا في بث الوعي واستدعاء التاريخ، خصوصا أننا نسلم
بأن التاريخ الآن برموزه وفتراته يتعرض إلى ما يشبه التجريف. شكرا دكتور حسين، شكرا جزيلا على تواصلك. شكرا يا فندم، شكرا. يعني شهادة دكتور حسين للرواية كلنا عارفين فارس الأدب والنقد العربي دكتور حسام عقل، شكرا لحضرتك ولتواصلك. بشكرك سيادة اللواء مهندس أحمد أمين، شكرا. الأديب المحنك، شكرا. شكرا. اللي درس كل الجوانب النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية حتى نفسية الجارية. لسه عند رأيي إنك تقولي بسرعة بسرعة إزاي استفزت جواه الرجولة والشهامة وصلته إن هو يعمل كده. هي شافت موقف أبو جهل وهو بيعتدي على الرسول عليه الصلاة والسلام لدرجة إن هو أسال الدم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، فهي شافت المنظر ده أثرها وما بقتش واقفة. أنا تخيلتها بقى يعني شوف على بعضها لما مش عارفة تعمل إيه، ففوجئت إن سيدنا حمزة جاي. وأنا وصفت سيدنا حمزة من خلالها إنها شافت أسد واقف قدامها، تخلي الأسد ده تثيره إزاي على أبو جهل اللي اعتدى على ابن أخوه. فما نقرأ في الرواية هنشوف هي إزاي قدرت تعبره وإزاي تحميه وإزاي تخليه إن أبو جهل ما نفى إن ليه عشيرة وإن ليه عمام، وأثارت فيه النقطة اللي خلته من غير ما يفكر يروح على طول على أبو جهل وبتفاصيل كتيرة يعني، ويضربه ويشج رأسه وأبو جهل يقعد وما يتكلمش. وموقف طبعا وهي بقت واقفة قالت في حرب هتحصل، فطبعا مواقف. هنروح نقرأ وهنروح نعي يعني إيه تاريخ إسلامي مرة تانية. شكرا لحضرتك. شكرا أعزائي المشاهدين، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.